للحديث عن الفساد المالي والإداري في حكومة بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي. دكتور عبد السلام، بداية مرحبا بك. لو وقفنا على قطاعات الدولة وتأثير الفساد فيها، كيف أثر الفساد على كل قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي العزيز أستاذ سمير، وتحية لكل مشاهدي القناة الرافدين الكرماء. أهلا بك دكتور. من المعلوم أصبح يقين عند المواطن العراقي وكل فئاته أن آفة الفساد هي أصبحت أول المعوقات لكل تقدم بالعراق، فأصبحت أداة تأخير وتخلف عن ركب الحضارة وتقدم الدول، وهي ما نشاهده على جميع الأصعدة. فعلى الصعيد الاقتصادي هناك إعاقة للنمو الاقتصادي وإهدار موارد الدولة وهروب الأموال وعائدات الدولة إلى الخارج وعدم وجود استثمارات داخل البلد وإضعاف إيرادات الدولة بالتهرب دفع الضرائب وعوائد الجمارك وسوء الإنفاق، وكل هذا يلمس المواطن من خلال الحياة اللي يعيشها. أما على الصعيد السياسي فالفساد واضح للعيان أخوي العزيز من خلال عدم تنفيذ خطط التنمية، ضياع هيبة الدولة والقانون، من خلال أيضا عدم ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وإقصاء الشرفاء من المناصب القيادية وإعاقة كافة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة. وعلى الصعيد الاجتماعي فالفساد نخر النسيج الاجتماعي وزرع روح الكراهية بين طبقات الشعب لعدم وجود العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. أيضا أدى ذلك لعدم استقرار الأوضاع الأمنية، وما نراه من كثرة الجرائم وتفشي المخدرات ما هو إلا مظهر من مظاهر هذا الفساد. نعم. لنتحدث عن هناك مشروع استثماري مخالفات بهذا المشروع، وهذا المشروع بقيمة 105 مليار دينار في محافظة ذي قار. دكتور عبد السلام، نتساءل عندما تحدثتم قبل قليل عن غياب خطط التنمية أو غياب تنفيذ خطط التنمية، نتحدث الآن عن الجهات الرقابية، لماذا تغيب في وجود أو في ظل وجود هذه السرقات المستمرة؟ الجهات الرقابية هل من وجهة نظرك تعتبر مشاركة بهذه السرقات أم هي التي تسرق؟ ما الذي يجري؟ أستاذنا العزيز، هو الإعلان عن هذا المشروع وما رافقه الفساد أعلنته هي هيئة النزاهة، وكلنا طلعنا على بيان هيئة النزاهة اللي تحدث عن المخالفات اللي رافقت هذا المشروع. وكما يقول المثل أو القائل، إذا كان رب البيت بالدف ناظر فشيمة أهل البيت أنت تكملها جنابك. الغريب أن هاي هيئة النزاهة في ذي قار هي المشتركة بهذا المكان من خلال إصدار الإجازة، بالرغم من عدم وجود كفاءة مالية وضمان للمؤسسة المالية المعتمدة. المشروع كفرصة استثمارية فعلا يعني للناس. مثال آخر على الفساد، نائب رئيس البرلمان في العراق صرح بأن مراحل إنشاء مطار كركوك رافقها شبهات فساد مالية وفنية. يعني نتساءل ما هو الدور الذي يقوم به نائب رئيس البرلمان ومن سلطاته يعني الرقابة أيضا، كما هو معلوم أنهم يأخذون على وظيفتهم التي يقومون بها كنواب و كسياسيين يأخذون مخصصات من أموال الشعب العراقي. قضية مطار كركوك الساسني قضية أخرى. نائب رئيس البرلمان صرح بوجود شبهات فساد بالمشروع ووجود مشاكل أمنية ومعوقات فنية وإدارية. هذه التصريحات لها أسباب وأهداف سياسية. ليش؟ لأنه قريبة كركوك من أربيل، وأربيل فيها مطار يعني لا تتجاوز 70 كيلومتر. وإذا ما تم فتح هذا المطار فعائدات مطار أربيل سوف تقل. والدليل على كلامي أنه بيان الجبهة التركمانية العراقية اللي استغربت قيام نائب عن محافظة كركوك بهذا التصريح، واعتبرت بيانه تهجم على حقوق أبناء كركوك.
موقعه هو كنائب في مجلس النواب تشريعي وليس التدخل بالشؤون التنفيذيه للدوله. يعني حسب ما جاء في بيان الجبهه، ومثل ما هو معلوم ان جنابك تعرف ان مجلس النواب دوره رقابي ما يتدخل بعمل السلطه التنفيذيه. نشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.